السلام عليكم. صفحة 39 نشاط 2. احسب وقارن القيمة المطلقة الـ A في B والقيمة المطلقة الـ A في القيمة المطلقة الـ B في الحالات التالية: القيمة المطلقة الـ A في B في الحالة الأولى هي A اللي هي 1/5 في B اللي هي 4 يساوي 1/5 في 4 هي 4/5 معناها بسط في بسط والمقام في المقام، والقيمة المطلقة الـ 4/5 هي 4/5. طيب باش نحسب القيمة المطلقة الـ A في القيمة المطلقة الـ B يساوي القيمة المطلقة 1/5 في القيمة المطلقة 4، القيمة المطلقة 1/5 هي 1/5 في القيمة المطلقة 4 اللي هي 4، 1/5 في 4 هي 4/5. إذن لهنا عندنا مساواة، معناها عندي A في B في القيمة المطلقة هي يساوي القيمة المطلقة A في القيمة المطلقة B. باهي، نتعدى للحالة الثانية. A يساوي ناقص 2 وال B يساوي ناقص 4. قيمة المطلقة A في B يساوي قيمة المطلقة A اللي هي ناقص 2 في B اللي هي ناقص 4. ناقص 2 في ناقص 4 هي 8. قيمة المطلقة 8 هي 8. تول قيمة المطلقة A في قيمة المطلقة B يساوي قيمة المطلقة ناقص 2 في قيمة المطلقة ناقص 4 اللي هي يساوي القيمة المطلقة ناقص 2 هي 2 في القيمة المطلقة ناقص 4 هي 4، النتيجة تساوي 8. معناها هنا عنا مساواة. تو الحالة الأخرانية اللي هي قيمة المطلقة A في B يساوي القيمة المطلقة A تاعنا 5 في ناقص 3، لأن B يساوي ناقص 3 يساوي القيمة المطلقة ناقص 15 اللي هي 15. تو القيمة المطلقة A في القيمة المطلقة B يساوي قيمة المطلقة 5 في قيمة المطلقة 3 اللي هي قيمة المطلقة 5 5 في قيمة المطلقة ناقص 3 عفوا اللي هي 3 يساوي 15. معناها نستنتج مقارنة عن ديما قيمة المطلقة A في B يساوي قيمة المطلقة A في قيمة المطلقة B. نتعاد التمارين الموالي. احسب وقارن. باش نحسب المرة الأولى وبعد نقارن العمليات. جذر طبيعي 25 كم يساوي؟ يساوي 5. جذر طبيعي 49 يساوي 7. باهي، لدينا جذر طبيعي 49 في جذر طبيعي 25 يساوي جذر طبيعي 49 هي 7 في جذر طبيعي 5 هي 25 هي 5. 7 في 5 يساوي 35. تول جذر طبيعي 49 في 25 مع بعض كم يساوي؟ باش نعمل هنا باش نضربوا 25 49 عفوا في 25 ونشوفوا النتيجة كم يساوي. تسعة وأربعين في 25 يساوي 1225. 1225 الجذر الطبيعي متاع 1225 هو 35، لأنه 1225 هي 35 في 9 في 35. نتعادل العملية، معناها لهنا عندنا مساواة بين قيمة المطلقة 49 وقيمة المطلقة 25 تساوي القيمة المطلقة 49 في 25. نتعادل المقارنة الثانية. عفوا الجذر الطبيعي، من بكري نحكي القيمة المطلقة، الجذر الطبيعي 400 على 81 ونشوفوا الجذر الطبيعي 400 على الجذر الطبيعي 81 يساوي جذر طبيعي 400 كم يساوي؟ يساوي 20، لأن 20 في 20 يساوي 400 على جذر طبيعي 81 هي 9. 20 على 9 باهي يساوي جذر طبيعي 481. أنا باش نقسم 400 على 81. 400 على 81 كم يساوي؟
أنا باش نعمل لهنا لقينا 20 على 9 لهنا نشوفوا ال 400 على 81 20 على 9 كم يساوي؟ شوفوا 20 على 9 هي كنقسم 20 على 9 النتيجة 2.2222 معناها هو عدد عشري دوري الدور نتاعو 2 نجمو نحسبو حتى بالآلة الحاسبة التربيع على 400 على 81 باش نحصلو على نفس العدد اللي هو 2.22 معناها هو عدد عشري دوري لهنا هذا الكل باش نستنتجو اللي القيمة المطلقة عفوا الجد التربيع على 400 على 81 هو نفس الجد التربيع على 400 على الجد التربيع ال 81 باش تعادل التمرين الثاني ليكون A و B عددين حقيقيين موجبين احسب جذر التربيع الـ A في جذر التربيع الـ B قوة 2 وجذر التربيع الـ A في B قوة 2 جذر التربيع الـ A في B كلها قوة 2 يساوي قوة 2 نحلينا الجذر التربيع معنا الجذر التربيع الحاجة قوة 2 هي كل حاجة هذيك من غير جذر التربيع معنا يساوي A في B A B قوة 2 نحلية الجذر التربيع باي تو جذر التربيع الـ A جذر التربيع الـ B قوة 2 يساوي قوة 2 تولي هذا جذر التربيع الـ A قوة 2 في جذر التربيع الـ B قوة 2 يساوي جذر التربيع الـ A قوة 2 هي A وجذر التربيع الـ B قوة 2 هي B لهنا نستنتج جذر التربيع لـ A B قوة 2 يساوي جذر التربيع الـ A في جذر التربيع الـ B كلها قوة 2 لهنا عندي هذه قوة 2 يساوي هذه قوة 2 والعددين هذوما موجبين إذن ومنه جذر التربيع الـ A B وجذر التربيع الـ A في جذر التربيع الـ B موجبين كيبدا عددين موجبين قوة 2 يساوي بعضهم معنى العددين هذوكم يساوي بعضهم موجبين إذا جذر التربيع الـ AB يساوي جذر التربيع الـ A في الجذر التربيع الـ B علاش هذا؟ لأنه مرات نلقوا جذر ناقص 2 قوة 2 يساوي 2 قوة 2 هذه النتيجة متاعها 4 وهذه النتيجة متاعها 4 ما نجمش نكتب ناقص 2 يساوي 2 وقتاش نكتب x قوة 2 يساوي y قوة 2 تعطينا x يساوي y وقت ما تبدا x والy هما عددين موجبين اما كيف ما نعرفش العلامه نتاعهم ما نجمش نكتب x يساوي y لهنا عرفت العلامه نتاعهم لان هذه جذر طبيعي عمره ما يكون سالب وهذا زاد جذر طبيعي عمره ما يكون سلبي نتعدى للتمرين الثالث ماذا يقول التمرين الثالث ليكون A و B عددين حقيقيين موجبين و B مخالف للصفر احسب جذر التربيع الـ A قوة 2 على جذر التربيع الـ B قوة 2 يساوي جذر التربيع الـ A قوة 2 هي A على جذر التربيع الـ B قوة 2 هي B باهي تو باش نحسب جذر التربيع الـ A على B كلها قوة 2 قوة 2 قلنا تنحل جذر التربيعي تبقى لي A على B إذا جذر التربيع الـ A على جذر التربيع الـ B قوة 2 يساوي جذر التربيعي الـ A على B قوة 2 نستنتج كيفاش نستنتج بما أن جذر التربيع الـ A على B و جذر التربيع الـ A على جذر التربيع الـ B عددين موجبين إذا جذر التربيع الـ A على جذر التربيع الـ B يساوي جذر التربيع الـ A على B لأنه كيبدو قوة 2 كما كنت أفسر لكم ويبدو هما موجبين إذا يساوي بعضهم قد بعضهم هذه القواعد تاعي قلتهم باين فيها لهنا باش نتعدى للتطبيق ونحسب التطبيق نتاعي التطبيق عند واحد من يقول التطبيق احسب جذر التربيع الاثنين قوة 2 جذر التربيع الاثنين قوة 2 هي تطبيق لنا قاعدة تطبيق القاعدة هذه اللي تقول لي انه كي يبدا عندنا الجذر التربيعي الـ A قوة 2 يساوي القيمة المطلقة الـ A شنو هي الفرق بين قوة 2 تكون داخل الجذر التربيعي والقوة 2 تكون خارج الجذر التربيعي كي تبدأ القوة 2 خارج الجذر التربيعي كما مثلا مثال هذا
ديريكت نكتب A لأنه قوة 2 تنحل الجذر التربيعي. أما كي يبدأ القوة 2 داخل الجذر التربيعي نكتب يساوي القيمة المطلقة A. نركزوا بالB لأنه هذه باش تبقى تبعنا من هنا للباك. أنه كي تبدأ قوة 2 البرة من الجذر تنحيه، وكي تبدأ قوة 2 داخل من الجذر يخرج في شكل قيمة مطلقة، لأنه العدد هذا نجم يكون سالب، ما العدد هذا ما نجمش يكون سالب. باهي، لهنا القوة 2 البرة ولا الداخل؟ البرة، معناها نكتب ديريكت 2 مهما يكون العدد هذا، لأنه باش يكون موجب. الجذر التربيعي 16 كله قوة 2 كالعادة، مادام البرة نكتب 16. الجذر التربيعي ناقص 5 قوة 2 يساوي، هو الجذر التربيعي هو القيمة المطلقة ناقص 5 لأنه القوة 2 الداخل، والقيمة المطلقة ناقص 5 هي 5. نتعدى للتطبيق الثاني. ماذا يقول التطبيق الثاني؟ أوجد العدد الحقيقي X في الحالات التالية. الحالة الأولى 2 مع X قوة 2 يساوي 0. أنا عندي قوة 2، كيفاش نحي قوة 2؟ يلزمني نطبق الجذر التربيعي. باش نعمل جذر تربيعي 2 مع X قوة 2 يساوي الجذر التربيعي لصفر، يعني عندي قاعدة كيبدو هما الزوز موجبين نطبق عليهم الجذر التربيعي. باهي، لهنا قوة 2 الداخل والبر الداخل، معناها كي تخرج تخرج في شكل قيمة مطلقة. قيمة مطلقة 2 مع X يساوي صفر، اش معناها؟ قيمة مطلقة يساوي صفر معناها اللي في وسط القيمة المطلقة يساوي صفر، يعني 2 مع X يساوي صفر، ومنه X كم يساوي؟ ناقص 2. باهي، نتعدى العملية اللي بعدها. X قوة 2 يساوي 4، اش معناها؟ باش نطبق القيمة المطلقة، أو عفوا باش نطبق الجذر التربيعي. تولي الجذر التربيعي X قوة 2 يساوي الجذر التربيعي 4. الجذر التربيعي لـ X قوة 2 هو كم يساوي؟ هي القيمة المطلقة لـ X، يعني قوة 2 داخل الجذر التربيعي يساوي قيمة المطلقة الأربعة هي 2. إيش معنى هذا؟ يعني X يساوي 2 أو X يساوي ناقص 2. نتعدى العملية الموالية. 1 إلى X قوة 2 يساوي 1، 1 إلى X قوة 2 يساوي 1. باش نطبق القيمة المطلقة لهنا، عفوا الجذر التربيعي، 1 إلى X قوة 2 يساوي جذر تربيعي الواحد. جذر تربيعي الواحد إلى X قوة 2 هو قيمة المطلقة الواحد إلى X، لأنه قوة 2 داخل جذر تربيعي يساوي جذر تربيعي الواحد، نعرفه الناس كل اللي هو 1. إيش معناها؟ معناه 1 إلى X يساوي 1 أو 1 إلى X يساوي ناقص 1. هكا إيش تقول القيمة المطلقة؟ باي 1 إلى X يساوي 1، عن الـ X كم يساوي؟ يساوي 1 على 1 اللي هو 0، معناه 1 نحو من 0 يجينا 1، معناه x لهنا يساوي 0. 1 على x يساوي ناقص 1، x كم يساوي؟ x لهنا يساوي 2. علاش؟ لأن 1 على 2 يساوي ناقص 1، x يساوي 2، باش تجينا 1 على 2 هي ناقص 1. نتعدى للعملية الموالية اللي هي x قوة 2 يساوي 3، x قوة 2 يساوي 3. x قوة 2 يساوي 3 باش تطبق جذر تربيعي لهنا، باش تنحى تبقى قيمة مطلقة x يساوي جذر تربيعي 3، اش معناها؟ معناها x يساوي جذر تربيعي 3 أو x يساوي ناقص جذر تربيعي 3. العملية الأخيرة اللي هي x قوة 2 يساوي ناقص 4 قوة 2، لهنا باش تبقى على جذر تربيعي، ومن الجذر التربيعي ناقص 4 قوة 2، مادام قوة 2 الداخل تولي قيمة مطلقة x، حتى هذه قيمة مطلقة ناقص 4، معناها قيمة مطلقة x يساوي قيمة مطلقة ناقص 4 هي 4، معناها x يساوي 4 أو x يساوي ناقص 4. نتعدى للتمارين الأخير في الصفحة هذه اللي هو تمارين عدد 3. أوجد العدد الحقيقي X في الحالات التالية. الحالة الأولى هي الجذر التربيعي X قوة 2 يساوي 2، مادام القوة 2 الداخل باش تخرج قيمة مطلقة X يساوي 2، يعني X يساوي 2
او اكس يساوي ناقص 2. تاو باش نتعدل العمليه المواليه، القيمه الجذر التربيعي الاكس الا 1 قوه 2 يساوي 8، يعني قوة 2 باش نحل الجذر التربيعي اللي تخرج في شكل قيمة مطلقة، تولي القيمة المطلقة إكس إلا 1 يساوي 8، ومنه إكس إلا 1 يساوي 8، أو إكس إلا 1 يساوي ناقص 8. إكس إلا 1 يساوي 8، شنو العدد اللي نطرح منه 1 يساوي 8؟ هو 9. إكس إلا 1 يساوي ناقص 8، شنو العدد نحمل 1 يساوي ناقص 8؟ هو ناقص 7. إكس يساوي ناقص 7. العملية الأخيرة اللي هي الجذر التربيعي x قوة 2 يساوي 1. إيش معناها هذه؟ يعني قيمة المطلقة x يساوي 1، ومنه x يساوي 1 أو x يساوي ناقص 1.